طيب اشتريت شوال من شوال دقيق من فرن العيش، طبعا حصة الفرن اللي بيخبز بيه للناس معروفة يعني، فهل أصلا يجوز أن يبيع منها واشتري لعموم الناس؟ صاحب الفرن هو يجوز أنه يبيع ويجوز أنا كمشتري أشتري منه الفرن مباشرة؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدقيق اللي يعطى للأفران دقيق مدعوم من أجل أن يخرج أرغفة مدعومة للناس، فهو المفترض أنه استلم 20 يعني شوالا أو جوالا من دقيق أن يسلم أرغفة للناس بعدد هذه الأجوال. لكن هو الحاصل أن هو بيخبز 5 6 والباقي بيبيعه في السوق السوداء، فهذا حرام قولا واحدا. طيب، وبالمناسبة ان صاحب الفرن مثلا في وزن للرغيف، الاحتيال على الوزن ده وبيطلع العيش زي ما احنا عارفين، أيوة مش يا عايزة رب. يعني أيوة. انكأ جراحا يعني في المجتمع، فحكم هذا يعني بياكل حرام ولا يقول لك عشان الظروف والاسعار وبدفع ضرائب وميه ونور وعمال وما الى ذلك والعلل المعروفه؟ لا، كل هذا من غشنا فليس منه. هو الدولة حسباله انه الرغيف وزنه قد كده، لكن يعني قلما نجد مخبزا يلتزم بذلك للاسف. للأسف يعني. وحتى هو بيعرف الأوقات اللي بيجي فيه التفتيش، مثلا بيبتدي من 10 ل 2 يظبط، وعنده من الصبح وطول الليل يخبط، فالحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، هل يجوز الناس لو عرفت ان صاحب الفرن ده غشاش يعني تبلغ عنه وزارة التموين او الجهات تبلغ. المسؤولة لان ده وتعاونوا حقهم؟ على البر والتقوى. تعالوا اسمع، ده منكر، منكر هذا الرجل يغش يقول لك اصل انا مش قادر عليها. طب ما تشتغل حاجه غيرها، انت مش قادر عليها ما تشتغل هو غيرها. لازم نشتغل بالغش والخداع؟ لا، فده ليس مبررا يعني. نعم.